الفيديو رح تشوفونا انا وجود وحافظ رح نلعب تحدي العصيره. شوفوا معنا مين فاز بالجوله الاولى ومين فاز بالجوله الثانيه. تابعوا معنا الفيديو للاخر عشان تشوفوا ماما شو حضرت لنا مفاجاه. بدنا ندوق حسب شو اللي احنا بندوقه بدنا نجربه. مثلا دقتها بتوقع انه يا بطلع صح يا اما بطلع خطا. وتابعوا معنا الفيديو للاخر لانه ماما عملت لنا مفاجاه كثير حلوه وكبيره احنا لا مش عارفين شو اليوم. انا نفسي اعرف. قبل ما تبلشوا الفيديو لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب ويلا معنا. وهلا احنا بدنا نلعب حجم يلا اول اشي هلا انا بدي اخربط لكم العصير بعدين بتبلشي جود. يلا اوكي يلا لفي ظهري ويلا يا جود لفي واحنا لفي وبلشي دوقي يلا. اوكي خلاص يلا 1 2 3 اوه بس انتهت خطا بس انتهت خطا. طب غريب على الليمون مبين انه ليمون يعني هو اللي خطط بتنتهت هي خسرت. انا دوري يلا مين الثاني؟ انا شاهد بعدين همس يلا 3 2 1 لفي حماس. مبدئيا هلا رح ابدا من هون. اتوقع احنا ان شاء الله تاخيره خلاص شوف يلا شوفي ولا واحده صح الا واحده لا كيف واحده يلا هلا دور هموس 1 2 3 أول إشي ذوقي يلا نبين القاعدة. اوكي يلا كمل. يلا بصير تغيري فزتي برافو يا
الفجر. استعدت؟ طبعا. احنا هلا رح ندرس شوي. يلا شد يلا. يلا 3 2 1. المشكلة مخبطينهم يعني. اشي غير شكل. يلا. يلا. دوي. خلاص انت خسرانه بس واحده صح بس واحده صح يلا الجوله الثانيه هم مسكرات الجوله الثانيه هي الجوله الثالثه هلا خلصنا الجوله الاولى خلصنا الجوله الثانيه هلا صار وقت احكي لكم شو المفاجاه لا ما ودينا عليها بدون ما احزر لا لا لازم احكي لكم شو هي اوكي هلا بما انه الفيديو عن العصير فأنا قررت إني أخذكم مكان في إشي عصير أنتوا كتير بتحبوه شو هو؟ العصير الصغير اللي لونه فيه أزرق وبيبل وأخضر في عصير غريب شوي أنتوا بتحبوه بابا رح أحطكم على جيبش بيعمل بابا واو بس احنا ممكن نختار اي شيء ثاني زي ما بدنا ميلك شيك عصير انا كثير متحمسه لانه هيك احنا بنكون رايحين على المحل انا كثير مستعده انا ما ادخل جعبه اشوف الصوص اللي لونه زهر بديها شوية سمعي البوبا تكون بينك ليمون وتكون المشروب نفسه ستروبي يا رب تدخل جوالها لازم لا لا
وهم بدهم يحركوا لي اياه وبحطوه في مكان وانا راح اعمل هيك نشوف اذا بظبطها او لا.